ترشح الرئيس تبون، وإذا ترشح سيفوز، وأعتقد أنه لن يجد منافس قوي اللي راح ينافسه على كرسي الرئاسة لاعتبارات شرحتها ألف مرة. أنا ما يجد ترشح الرئيس تبون، بالعكس أنا معاه إلى حبي ترشح، وقلت لكم باللي في جوان نحدد موقف، هل أصفق للرئيس تبون أو أصفق لغير تبون، ولكن لن أصفق ضد تبون مستحيل. يعني مانيش كما 2019 انا صفقت ضد انتخابات، موش ضد تبون، ضد الانتخابات ككل. موقف لا مع زدمي هوبي لا مع تبون لا مع بنفليس لا مع فلان، ما بقاوش حتى مع واحد، كنت ضدهم كلهم. ولكن الان انا مع الانتخابات، انا مع الانتخابات لمصلحة الدولة الجزائرية، انا مع الانتخابات. تسبيق الانتخابات معليش، انا ما قلت لكمش وعلاش سبق الانتخابات، بالعكس قلت لكم بلي تسبيق الانتخابات الى سبتمبر اجراء فرضته ظروف تقنيه كما قال رئيس تبون، وانا مع تسبيق الانتخابات. انا الشيء اللي ما عجبنيش هو طريقه زيت الزيتون اللي داروها لنا، ما عجبتنيش. يعني الحشوه اللي داروها لنا والتبلعيط والفوتوها على نيفلين ما عجبتناش طريقه، اما الفكره كفكره انا مع الفكره، انا مع تسبيق الانتخابات الى شهر سبتمبر والى شهر افريل. حتى سبتمبر ماهوش مناسب، كي نقول ماهوش مناسب مش معناتها راني ضد، لا انا مع تسبيق الانتخابات، لانه بعد سبتمبر اتوقع حدوث اشياء قد تعرقل اجراء الانتخابات. انا تمنيت لو كان انتخابات كانت في افريل، لانه العام الماضي قلت لكم ممكن الرئيس لما دار اجتماع مع اعضاء البرلمان اللي تشفاو بغرفته في قصر الامم في قصر المعارض قصر المؤتمرات، لما دار مع نواب البرلمان بغرفته، انا قلت اتوقع انه يعلن تسبيق الانتخابات الى شهر افريل، وتمنيت لانه التاريخ المناسب في الانتخابات هو افريل، نعود الى الوضع الطبيعي تاع افريل من كل خمس سنوات. ما دارهاش في افريل، دارها في سبتمبر، معليش نتمنى ان انتخابات 2029 الى حين ربي تكون في افريل، ترجع لوضعها الطبيعي افريل. عندما يتعلق الامر بامن واستقرار بلادي ومصلحه بلادي، انا خدام بلادي، نعم انا عميل لبلادي عندما يتعلق بمحاربه الخونه. انا هذيك المعلومات ما رحتش نشرتها وزوخ بها وكذا، لا اتصلت بالجهات الرسميه في الجزائر، قلت لهم اذا كانت تحتاج معلومات قيمه تكشف مخطط يستهدف البلاد ويستهدف مؤامره ضد مصالح الدوله تفضلوا، نعم وسلمناها. وبداية الغيث قطرة، بداية الغيث قطرة، أول واحد يتم اصطياده كي الحلوف المنتن هو خطيتي أروح يا الطحان، تاني كنت تواصل بالدليل أو بالأدلة، أي أروح خطيتي من النهار الأول استعرف كلش. الآن خلوط اللعبة، شفتوا الكبة تاع الصوف هذيك، الناس اللي يعرفوا الصوف، الخيط منه بدات الحالة تفتح، أو كما أحجار الدومينو، الحجرة الأولى تضربها تطيح لك سرطوط من التلفزيون. الآن نعطيكم واحد الحاجة، واللي يحب يزعف يضرب راسو على حيط. لسنوات عديدة تقريبا 15 سنة ولا 20 سنة، اللي كانوا في الأمن الخارجي دي دي اس معظمهم يا إما وليد جنرال يا إما وليد وزير يا إما وليد سفير، يعني ولاد قناع اللي من النهار اللي زاد هو في القطن، النهار اللي زاد هو في القطن. وليد جنرال راح دار الأمن، قرا في ابن مسوس ولا حتى دار في شرشال، قرا في شرشال الاكاديميه، وبعد كذا دار تخصص الامن وراح للامن الخارجي، ما يبعثوه ما يحارب الارهاب، ما بعثوه للامن الداخلي، ما بعثوه للدي السياسه ما والو، ديريكتومون كوستيم كرافاطا وظل مبيش. من اللي خرج من الاكاديميه العسكريه او من المعهد المتخصص هو في الامن الخارجي كل يوم كوستيم كرافاطا وكل يوم ضارب الجال ومسوق له، عمره ما لبس الروجاس وعمره ما وسق كيما يقول لك الناس نيفو، والله ما دخلش كاع للزيكوات، والجنرال فا يدخل زيكوات ما اللي زاد هو في القطن ولد روحو في الدي دي اس. اذا كي جا جبار مهنا قلب لهم السوق، جبار مهنا جا بدل لهم السوق، ما يسمع لهم واش راح يتورثوا لرب البلاد هذي، هيا كل واحد يحكم راسه. تقدا عندك انا عندي 10 سنين هيا روح للبشار، تقدا عندك انا عندي 10 سنين هيا روح لتندوف، تقدا عندك 10 سنين هيا روح الورقله، بدا يبعث له وبدا يجي في اطارات اللي كفأه، يجيب ناس من السياسه من الامن الداخلي من الجيس، وبدا يجيب. اذا اسرائيل في صفقة مع المغرب لبناء سدود، من بين السدود
قطع المياه على سدود الجزائرية في بشار وفي كثير من المناطق الغربية، لأنه احنا عندنا نسبة كبيرة من المياه التي تغذي سدود الجزائرية في المنطقة الغربية تأتي من الجبال التي نتقاسمها مع المغرب. يعني الأمطار التي تسقط في المغرب، سواء في الشمال أو إلى غاية الجنوب، تصب في الوديان التي تتجه نحو الجزائر. كاين وديان من المغرب يصبوا الجزائر، تشكيل طبيعي من عند ربي سبحانه. وديان يعطوا للجنوب، يعطوا جهة بشار وجهة حتى تلمسان، يعني مناطق الجزائر. الآن في دراسة لم يتم الإعلان عنها، وأنا قريتها في بعض الأبحاث، أنه فيه عقود وفيه دراسة إسرائيلية مغربية أنهم يبنوا سدود بالتزامن مع بناء قواعد عسكرية، بحجة أن السدود هذه تغذي القواعد العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الشرقية للمغرب اللي هي المنطقة الغربية للجزائر. إذن إسرائيل قطعت المياه على العراق وسوريا، وضيقت على مصر والسودان، وتحاول التضييق على دول المغرب العربي خاصة الجزائر. ويدزوا معاهم، لأنني أدافع عن بلادي ومستعد أن أسجن. أنا أتكلم من باريس ولا أخاف لومة تلائم. واحد يقول لي بزيارة ترك تغامر وتهضر، إيه من أجل مصلحة بلادي يدزوا معاهم على بلي يحتب واحد. أدافع عن مصلحة بلادي، لا أقبل لأي كلب، لأي قط مشرد، لأي عميل، لأي خائن أن يمس شعره من بلادي، لا أقبل. ونتكلم في بلادهم وخارج بلادهم، وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي إسبانيا وفي أي مكان، ويدزوا معهم ويسجلوا هذا الفيديو ونشروه، يدوه وين يحبوا، يدزوا معهم للدفاع عن مصلحة بلادي، ما على بالي حتى بمكان أو زمان. لا يهمني أينما أكون، ولا يهمني مع من أكون. كلمتي يقولها، لأني ما أقوله في بريطانيا أقوله في فرنسا أقوله في إسبانيا أقوله عندما يتعلق بالدفاع عن مصلحة بلادي. لكن أنا لا أتهجم على أشخاص، تهجم على مشروع يريد ضرب مصالح بلادي، يريد ضرب مؤسسة بلادي، دولة بلادي. أنا لا أدافع على أشخاص لا داخل الجزائر ولا خارج الجزائر. أنا أتكلم على دفاع عن مشروع الدولة الوطنية. أخرين اللي يزيد يحل فمه هبط ربو الواد، هذا هو اللي لازم يكون الشعار القادم. الشعار القادم بيت بيت، زنقة زنقة، اللي ما عجبوش الحال هبط ربو الواد. هذا هو الشعار اللي لازم يكون. لازم الدولة تبين قوتها وتبين صرامتها، لأن يعني البوالين اللي قاعدين يحزبوا رواحهم ما زالهم مع وسيني بوعزة وما زالهم مع كمال الكانيش، قالوا متبدل الحالة. الآن راك مع ناصر الجن، والرئيس قال له وجد روحك، وراكم مع معاذ، والرئيس قال له وجد روحك، وراكم مع جبار، والرئيس قال له وجد روحك، والقائمة ما زالها طويلة. لو كان سكتوا عليهم الدولة مصالح الأمن يأكلونا، يرجعونا 92. الحمد لله أن الدولة واقفة وقوية. هاي راح شوف قطع كي. إذا نحييو مصالح الأمن، نحييو مدير عام الأمن الوطني اللي خذ قرار شجاع أنه فك هذا الاعتصام